انا نفسي الاهلي بس يبعت، نفسي والله نداء الى الكابتن محمود الخطيب، يا ريت نداء للكابتن محمود الخطيب، يا ريت تبعت للي كارهين الاهلي، وانا ضد كلمة كراهية ولكن دول فعلا كارهين الاهلي، يا ريت تبعت للي كارهين الاهلي وبيشتموا في الاهلي دعوة في افتتاح فرع الاهلي في التجمع الخامس، يمكن يبقى عندهم دم واحساس ويعرفوا انهم ظلمة ونهايتهم سودة. عارف اجمالي تكلفة فرع التجمع كام يا جاهل يا اللي بتهاجم الاهلي؟ عشان الناس اللي قاعده تشتم وتقول لك ايه عبد الناصر بيقول الاهلي اضاف للدوله والاهلي لم تضيف، والدوله لم تضيف لي. ايوه الاهلي اضاف للدوله المصريه رياضيا والدوله لم تضيف لي، من اول ما سعد زغلول عمل الاكتتاب الاهلي اضاف للدوله رياضيا، انا بتكلم في مجال الرياضه، لانه الاهلي اتعمل ضد انديه الانجليز فاضاف للدوله علشان الناس تتجمع فيه من اجل الوطنيه والدفاع عن الوطن. ومن وقتها والاهلي انطلق، ومع كل السنين دي والعصور دي الاهلي يضيف، الاهلي يضيف، الاهلي الجزيره ماشي، انت كزمالك كنت اعلى من الاهلي فتره من الفترات، لكن انت النهارده فين والاهلي فين على المستوى الانشائي وعلى المستوى الرقمي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى العالمي؟ ما هو ده انا مش بقوله لك عشان انت وحش ولا بهينك، لا بقوله لك عشان تراجع نفسك، بقوله لك عشان تراجع نفسك. انت عارف الاهلي استثماراته كام في التجمع بس؟ استثماراته في التجمع كام؟ اقول لك الرقم ولا ممكن حضرتك تتخض؟ استثمارات الاهلي في فرع التجمع كام؟ تخيل لما الاهلي ياخد قرض ب 300 مليون جنيه علشان يكمل فرع التجمع وبعض الامور الانشائيه الاخرى، ودراسة الجدوى بتقول بيسدد ده من الاشتراكات، يعني النهارده من المفترض لما اخد قرض باخده بشيء صغير من مداخيلي المالية. الاهلي يستهدف ما يزيد عن مليار جنيه في فرع التجمع. ميزانية الاهلي حضرتك يا جاهل 3 مليار 500 مليون قبل دخول فرع التجمع. شوف فرع التجمع هيعمل استثمارات بكام لما يكون الاهلي، لما علا الاسوار وبدا يظهر فرع التجمع اتعمل حواليه 5 6 كومباوند، شوف دول بكام مليار. ده يقول لك كومباوند كذا بجوار النادي الاهلي في التجمع، بجوار الاهلي في التجمع. شوف صور العمري فاروق الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وهو بيتفقد المرحله الاخيره قبل الافتتاح في التجمع، و و و واتمنى ان لا نقلل من ذلك. بالعكس يا عم انت بتقوله عشان تفتخر، ده مصر العالم كله بيقول في الاهلي. يعني بص حضرتك الجزيره وشوف الضخ فيها استثمارات بالملايين قد ايه، تطوير لو حضرتك ما رحتش الجزيره او ما تعرفوش روح هتلاقي قصه تانية. هو الكابتن مصطفى يونس باين عليه نسي حتى مبنى الجزيره، ما اعرفش اذا كان نسيه ولا لسه فاكره. الشيخ زايد، مدينه نصر، الاقصر، حتى وان كان الاقصر حق انتفاع ولكن استثمارات ماليه، وادي التجمع اصل واربع فروع، والعالمين استثماراته 2 مليار جنيه اللي لسه انت ما بداتش فيها وانت قاعد في الطراوه. عجبني جدا محمد شبانه بصراحه فهمه، والله العظيم قاعد في الطراوه اضطر على نفسك، ما انت عشان كده خلي بالك اصل فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، طول ما انت مش مصدق
مش هتقدر توصل، لازم تصدق عشان تقدر تقنع الناس. انا نفسي الاهلي بس يبعت، نفسي والله نداء الى الكابتن محمود الخطيب، يا ريت نداء للكابتن محمود الخطيب، يا ريت تبعت للي كارهين الاهلي، وانا ضد كلمه كراهيه ولكن دول فعلا كارهين الاهلي، يا ريت تبعت للي كارهين الاهلي وبيشتموا في الاهلي دعوه في افتتاح فرع الاهلي في التجمع الخامس، يمكن يبقى عندهم دم واحساس ويعرفوا انهم ظلمه ونهايتهم سودة. عارف اجمالي تكلفه فرع التجمع كام يا جاهل يا اللي بتهاجم الاهلي؟ عشان الناس اللي قاعده تكتم وتقول لك ايه عبد الناصر بيقول الاهلي اضاف للدوله والاهلي لم تضيف، والدوله لم تضيف لي. ايوه الاهلي اضاف للدوله المصريه رياضيا والدوله لم تضيف لي، من اول ما سعد زغلول عمل الاكتتاب الاهلي اضاف للدوله رياضيا، انا بتكلم في مجال الرياضه، لانه الاهلي اتعمل ضد انديه الانجليز فاضاف للدوله علشان الناس تتجمع فيه من اجل الوطنيه والدفاع عن الوطن. ومن وقتها والاهلي انطلق، ومع كل السنين دي والعصور دي الاهلي يضيف، الاهلي يضيف، الاهلي الجزيره ماشي، انت كزمالك كنت اعلى من الاهلي فتره من الفترات، لكن انت النهارده فين والاهلي فين على المستوى الانشائي وعلى المستوى الرقمي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى العالمي؟ ما هو ده انا مش بقوله لك عشان انت وحش ولا بهينك، لا بقوله لك عشان تراجع نفسك، انا بقوله لك عشان تراجع نفسك. انت عارف الاهلي استثماراته كام في التجمع بس؟ استثماراته في التجمع كام؟ اقول لك الرقم ولا ممكن حضرتك تتخض؟ استثمارات الاهلي في فرق التجمع كام؟ تخيل لما الاهلي ياخد قرض ب 300 مليون جنيه علشان يكمل فرع التجمع وبعض الامور الانشائيه الاخرى، ودراسه الجدوى بتقول بيسدد ده من الاشتراكات، يعني النهارده من المفترض لما اخد قرض باخده بشيء صغير من مداخيلي الماليه. الاهلي يستهدف ما يزيد عن مليار جنيه في فرع التجمع. ميزانيه الاهلي حضرتك يا جاهل 3 مليار 500 مليون قبل دخول فرع التجمع. شوف فرع التجمع هيعمل استثمارات بكام لما يكون الاهلي، لما علّى الاسوار وبدا يظهر فرع التجمع اتعمل حواليه 5 6 كومباوند. شوف دول بكام مليار. يقول لك كومباوند كذا بجوار النادي الاهلي في التجمع، بجوار الاهلي في التجمع. شوف صور العمري فاروق الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وهو بيتفقد المرحله الاخيره قبل الافتتاح في التجمع، و و و واتمنى ان لا نقلل من ذلك. بالعكس يا عم انت تقوله عشان تفتخر، ده مصر العالم كله بيقول في الاهلي. يعني بص حضرتك الجزيره وشوف الضخ فيها استثمارات بالملايين قد ايه، تطوير لو حضرتك ما رحتش الجزيره او ما تعرفوش روح هتلاقي قصه تانية. هو الكابتن مصطفى يونس باين عليه نسي حتى مبنى الجزيره، ما اعرفش اذا كان نسيه ولا لسه فاكره. الشيخ زايد، مدينه نصر، الاقصر، حتى وان كان الاقصر حق انتفاع ولكن استثمارات ماليه، وادي التجمع اصل واربع فروع، والعالمين استثماراته 2 مليار جنيه اللي لسه انت ما بداتش فيها وانت قاعد في الطراوه. عجبني جدا محمد شبانه بصراحه فهمه، اه والله العظيم قاعد في الطراوه اضطر على نفسك، ما انت عشان كده خلي بالك اصل فاقد الشيء لا يعطيه.
فقد الشيء لا يعطيه، طول ما انت مش مصدق مش هتقدر توصل.